يا فندم عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبد الحميد رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات. برحب فندم بسيادتك بمتحف الجواد العربي المصري المصغر، وأستاذن سيادتك في بدء تفقد المتحف. القسم الأول يا فندم بيتكلم على الفروسية في عصر أسرة محمد علي باشا ودورهم في تنسيب الخيول والوصول لأصل الأنسال، بدءا من محمد علي وإبراهيم باشا والأمير طوسم، مروراً بعباس حلمي الأول واللي كان له دور كبير جداً في الحفاظ على النسل الخيول المصرية، وكان أيامه فن ويعتبر مؤسس مملكة الخيل المصرية الحديثة. في مجموعة فن من اللوحات الفنية تم رسمها بواسطة فنانين فرنسويين تم استخدامهم بواسطة محمد علي لتوثيق تلك الفترة، بالإضافة فن لعدد من المراجع بتتكلم على الشخصيات البارزة اللي كانت موجودة في عصر أسرة محمد علي، كان أهمها عباس حلمي الأول، بالإضافة لإلهامي بيه ابن عباس حلمي الأول، واللي كان وصلت فنم عدد الخيول في اسطبلاته 2825 فرس، بالإضافة فنم للدور العظيم اللي لعبه علي باشا الشريف اللي استمر في تربية الخيول لمدة 40 سنة وأنتج ما يقرب من 400 فرس، بالإضافة فنم للدور اللي لعبه محمد علي باشا في تدوين كل ما يختص بالخيل العربي المصري، وكان له عدد من المؤلفات كان أهمها فنم رسالة في الخيل ورسالة في خدمة الخيل والعناية به. وأسأل سيادتك فنم في تفقد القسم الثاني. القسم الثاني فنم بيتكلم على تاريخ العربي المصري، تاريخ الخيل العربي المصري. دخل فنم الخيل العربي المصري، دخلت الخيل فنم لمصر في 1780 في عصر الدولة الوسطى، في أواخر عصر الدولة الوسطى. المصريين فنم ارتبطوا بالخيل جدا لدرجة ان هم كانوا بيقتنوا احسن السلالات، بالإضافة فنم كان في مقولة لرمسيس الثاني ان هو اللي استخدم الخيل من الصحراء وقام على تربيتها وتدريبها. بالإضافة فنم عندنا فنم هنا الجواد العربي نظير، وده كان يعتبر أبو الخيول المصرية وعميد عائلة الخيول الملكية، وده كان من أشهر الخيول في القرن العشرين وأكثرهم فحولة، وأنتج عدد من الفحول ما زال مربي الخيل بيبحث عنه حتى الآن. فيها فنم عندنا شهادة النسب الأصلية، ودي عمرها 1934، بالإضافة فنم لشهادة نسب الأب، بالإضافة لكتاب فن بيتكلم على سجل أنساب الخيول العربية في الجمهورية المتحدة، آخر تحديث ليه 1924. بعد كده فن ده كتاب أمريكي بيتكلم على الخيول المصرية بالأسماء. بعد كده فن كتاب اسمه اسطبلات حمدان، وبيتكلم على أهم الخيول اللي كانت موجودة في الاسطبلات، وكان طبعا من أهمها الحصان نظير. أسأل سيادتك معلش فن القسم الأخير. القسم الأخير فعلا بيتكلم على شهادات ميلاد وأنساب الخيل العربي المصري. كان في بعض الاشتراطات وضعتها الجمعية الزراعية الملكية اللي هي مزرعة الزهراء الآن، إن لازم يكون الخيل عشان أنسب خيل لازم يكون يبقى حصان طلوق، لازم خالي من العيوب الوراثية، متناسب الأعضاء، جميل الرأس. وده سيادتك مجموعة من شهادات النسب للخيول بيعود بعضها لسنة 1916، متواجدة فنم أمام حضرتك، وأي عمر فنم.